الارتجال مهارة مش لازم تستغلها في التصوير بس، بتعلمك معاها مهارات كتير جدا تنفعك كممثل في التصوير. كل يوم الصبح بصحى بدري، بنزل من البيت وبقعد في الجنينة اللي تحت بيتي، بطلع كيس جواه السندوتش بتاعي، وبتيجي قطة صغيرة كده تمشي كده حوالين رجليا، فبأكلها من الأكل بتاعي. لما كلمنا عن الارتجال كل الناس في نفس اللحظة قالت رامزي لينر، لأنه خلق لنفسه اسم كبير جدا في الحتة دي بالذات، وخصوصا مع ممثلين الشباب، عشان تشبع و ما تخربشنيش. قلت لها بس يا قطة انتي أمر. بتعلمك تعيش في اللحظة، بتعلمك تسمع الشخص اللي قدامك، بتعلمك تدعم الشخص اللي قدامك، بتعلمك ما تخافش، بتعلمك تاخد مخاطر. بصيت لي وجريت، زعلت، طبطب عليا، أبويا جالي في المنام. في الحالة دي فكرت في أستاذ تامر حبيب، حد أولاً شاطر جداً، ثانياً يكون عمل اتنين، إنه كتب سيناريو وإنه يكون ممثل. فحسيت إن مفيد جداً الممثلين يكلموا مع شخص عمل الشغلتين. و قال لي لازم تأكل القطة أكتر، بس أنت كمان لازم تاكل. عنده الخيال الكافي إنه يكتب حوار ويفكر في حوار، وفي نفس الوقت عاش لحظة إنه يبقى قدام كاميرا والتوتر بتاع إنه واقف قدام كاميرا، بإنه بيفكر في الشخصية من وجهة نظر الشخص اللي هيمثلها. فحسيت إن الفكرة بتاعت أستاذ تامر ممكن تكون مفيدة جدا الحلقة دي. هل الممثل من وجهة نظرك الشاطر المفروض يبقى فاهم حكي ودرسه؟ بص، درسه مش شرط يكون درسه، بس يبقى فاهمه. واظن ان اولا حاجه ليها علاقه بالموهبه، هو لوحده هيبقى حاسس انه كده، يعني هو لوحده وهو عايز يكملها، حتى لو هو مع نفسه قبل ما ما ما, ما ياخد بقى وركشوب او يقرا عنها في حته او بتاع، هتلاقي بيلت ان عنده كده. انا اي بليف انه اي حد بيشتغل شغلانتنا سواء كان قدام الكاميرا او ورا الكاميرا، لو ما بيعرفش يحكي حكايه يبقى يقعد في بيته. الممثل اللي بيرتجل وبيخلق شخصيه في لحظتها، وعارف انا مين، انا فين، انا بعمل ايه وليه بعمله وجاي منين ورايح فين، في لحظتها ده هيعرف يمسك سكريبت كده ويبص عليه ويطلع الحاجات الاساسيه دي برضو في لحظتها. طبعا في فرق ما بين المكتوب واللي بيرتجله، بس عنده الادوات ان هو يجاوب على الاسئله دي بسرعه.